الناس دي كانوا بقوا مسؤولين بعد كده، يعني كنت بروح معاهم وبعد كده وانا بشتغل في والدي عكسه، لان انا لو اشتغلت معاه هيبقى رئيس بتاعي. يعني برضه حاجات غريبه يعني. ده بقى الحاجات اللي هي اللي دي مثلا بص التلفزيون دايما في اعصاب المصدرين كده اللي حواليهم زي بودي جارد كده، ده الشكل بتاع الموظف المدير دايما بيبقى شكلهم كده. بطاقات الإضاءة في نجف مشهور قوي في المبنى، يعني مدخل المبنى. وهنا برضه مجموعة برضه السكتشات دي كنت بعملها جوه البلاتون اللي هي الحاجات اللي بتبص. المعرض مش عارف كان حاسس ان كان لازم المفروض يتعمل من زمان حاجة عن ماسكيرو، يعني الناس بقى له تاريخ ماسكيرو وقد ايه اثر في حياتنا وكده، بس دلوقتي وقت كويس، دلوقتي وقت بعد الدور اللي هو ماسكيرو لعبه في الثورة والتلفزيون المصري والاخبار وكده، كان يعني وقت كويس عشان نعمل حاجة كده ونبتدي نبص على هل دور ماسكيرو هيتغير بعد الثورة ولا لا، زي المفروض حاجة تانية تتغير، هيطلع نفس ماشي على نفس السكة ولا هيعمل ايه. كان انا اصلا كنتش عارف اعمل شغل ايه، اللي هو من كتر ما كان عندي افكار حياه انا حاسس انها مرتبطه بماسبيرو ومرتبطه بال كل البرامج اللي اتربينا عليها، بس في نفس الوقت كان برضو اللي هو عايز اشوف ناس ثانيه شغلها هيبقى عامل ازاي، عايز اشوف مش كلنا متاثرين بنفس الطريقه بالظبط، بس عايز اشوف هيطلع مثلا اللي بيعمل جرافيك ديزاين هيطلع شغله ده ازاي، اللي بيصور هيطلعه ازاي، اللي بيعمل رسومات كده، كنت عايز اعرف تاثير على كل فكرت بيست على يعني على اساس على اساس شغلهم اللي انا شفته قبل كده، على اساس برضه شخصياتهم عامله ازاي، يعني انا اعرف مثلا ادهم بكري وعارف ان هو قد ايه كان مشارك في ساره وقد ايه لسه لحد دلوقتي، وعارف نفس الوقت هو بيعمل جرافيك ديزاين، ف وكل شغل كل شغله الفتره دي له علاقه باللي بيحصل، فحسيت ان هو طيب لو هيعمل حاجه على ماسبيرو مثلا دي هتبقى اكيد هيعمل شغل حاجه جديده ما حد شافها قبل كده، فعشان كده حسيت ان هو كويس مثلا في المعرض. كل الناس متضايقين لاسباب كده. لما علي كلمني في التليفون قال لي انا عاوز اخش في معرض ماسبيرو، اول حاجه فكرت فيها ان انا اخش الموضوع معماري بحت، قلت له كده كنت بفكر اعمل ميورال لواجهه المبنى، وبعد كده لما ابتديت ادور على الرسومات المعماريه بتاعته تعبت جدا، ولقيتها في داخل جامعه القاهره في كتاب اسمه مصر تابلو، خدت البلان والسكشن وجربتهم وقررت اني اعمل اداريه. فكره العمل ان المبنى ده عامل شكله ومنظره عينه عامل هيبه للناس، وانا عاوز اوضح المبنى اوري المبنى بطريقه ابروتش اكتر، او طريقه ان ده مبنى ده بتاعنا، المبنى ده من عينا نعرف نخشه منين ومداخله منين وسلامه فين واسانسيراته فين. المبنى ده ناس كتيره فاكراه مدور كله شايفينه نص دايره. المعماري بتاع المبنى هو اسمه ماسكيرو، معماري فرنساوي. ده البلان ده بلان المبنى اصلا اتعمل في فرنسا، مبنى التلفزيون اتعمل هم اخدوا بلان نشعوه منه، البلان المعماري مسروق اصلا وعملوا له بورد بس انا يعني عشان الثوره تبتدي انا شايف ان المبنى لازم نقتحمه. لازم ايه؟ نقتحمه وناخده، ده من اول الحاجات في الثوره. مفيش فرصه احلى من معرض اسمه ماسبيرو ان انا ابين البلان اهو يا جماعه، قرروا البلان اهو كل تفاصيله، صوروه خدوه معاكم هنحتاجه. بس دي فكره مباشره جدا زي ما انت قلت. هو الفكره اللي انا كنت عايز اجيب الشغل القديم، عامل ستريس على الحاجات دي.
كتيرة جدا على مستوى التكنيك اللي هم كانوا بيشتغلوا بيه في التلفزيون، وحتى على مستوى الإضاءة ما استخدمش إضاءة بروفيشنال، يعني استخدمت لمبة الفلورسين، وإزاي يبقى الكادر يضلم وإنت ينور، إزاي ألعب بالحاجات دي. استخدمت كمان اللي هو الخلفيات، حتى على مستوى شغل الترجمة وكده الموجود، الفريق اللي كان شغال معايا ناس يعني اشتغلوا حتى اللي هي الكلام الطريقة اللي احنا بنكتب بيها بالفيسبوك، فرانكو أراب كان في الفترات اللي فاتت دي أهم حاجة كان بيهم التلفزيون إن هو يتكلم فيها مع الناس، الأكل، الكورة، الكلام في الدين بطريقتهم هم، فازاي هم يقدر بثلاث حاجات زي دول يقدر يسيطر بيها على الناس. عشان كده انا اخترت المبنى. انا في اخر شيء انا في كواليتي انتي اقتصاديه.